حزب الله تحريرا تحديدا قد ايه له علاقه فيما يجري اليوم، وهل هو موجود في غلاف غزه تحديدا؟ هل كان يعلم حزب الله تخطيطا وتنفيذا؟ انت باحدى المقالات قلت لم يكن الحزب شريكا في طوفان الاقصى، لا خطة ولا تنفيذا، علما أنه يلي بيشوف المشهدية أنه قبل الجمعة كان زياد النخالي وصالح العروري موجودين بلقاء مصور، يعني انتشرت صور هيدا مع السيد حسن هيدا نصر الله. هيدا لا ينفي اللي قلتي قبل، يعني ما خطط مش معناتها ما معه علم، ما شارك بالتنفيذ، مش معناتها ما درب وسلح، لا مش معناتها أنه قد يأتي دوره للتنفيذ. لأنه لما بلشت قصة غزة وعملوا هذا الانتصار الكبير وبدأ القمع الوحشي والكبير، هذا القمع يعني أولا حزب الله سواء بسبب نشأته الدينية وعلاقته بإيران، وبيعرف حماس، يعني منقول نحن أنه ساعدتهم كتير حماس، بس الذي ترجم مساعدة إيران لحماس هو حزب الله بأكثر من محل ولتنظيم الجهاد. فلذلك كل هذه المواضيع على بعضها خلت حزب الله يعني يكون عارف أنه في شيء، منه شريك بالتخطيط لقله ولا بالأهداف النهائية تبعه، ولكن هو بيقعد على حذر بينتظر، لا بيقدر خصوصي بعد ما بلش القمع الشديد لا بيقدر يسكت، لأنه مش بس لأنه بيصير عار عليه أنه يسكت، أولا إيديولوجيته، وبعدين خوفه على البلد أنه إذا خلصوا من حماس رح يرجعوا ويجوا علينا. وبالتالي بدأ الرد المعير بدقة كتير كبيرة من الحزب على بلش بالمناطق اللبنانية المحتلة وصارت تتوسع شوي 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 شوي. هيدا بدل أولا على حكمة، بعدين عدم، صرنا مدة ما سمعنا السيد حسن نصر الله أنه لا عم يحكي ولا بده يحكي، وأنا أحييه على عدم الحكي، صمت الجميل، صمت، وأنا بتمنى والرادع. أنا بتمنى مش روادع، لأنه في حكمة، مش بس يعني يمكن يكون في روادع ما بعرف، بس أنا بقول في حكمة وما لازم يحكي، مش روادع لعدم الكلام، هو صمت رادع. ايه طبعا من عنده طبعا. فلذلك يعني ما لازم يحكي قبل ما توصل العملية بغزة الى محل من اثنين، يوصلوا الايرانيين وحماس ومعهم حزب الله الى قرار بانه الامور ماشية ورح تنحل، بيضل الاشتباك بالطريقة اللي هو ماشي فيها، أو أنه هودي الإسرائيليين بعدهم حرف لا يقرأ وبعدهم يعني رفضيين ومش قابلين أي شيء، وبالتالي يجب أن نصعد. ساعتها بيصير في تصعيد أكثر. هلأ التصعيد بيصير على مراحل.